كان في واحده بتحكي لنا عندها بنتين، واحده شاطره قوي والثانيه مش نص. فكانوا في البيرنتس ميتنج لما كانوا الاجتماع بتاع الاولياء جمهور كده، الشاطره قوي بقى اللي ايه بقى بتسيب ولا دي هايله مش عارفه ايه والثانيه يقولوا هي يعني هي لا هي بتتكلم كتير مش كويسه، ركزوا عليها مش كلها دروس يعملوا لها حاجه لانها ضعيفه قوي مش زي اختها الثانيه ومش عارفه ايه. فالام كانت ممتازه كده والبنت كانت ذكيه صغننه يعني مش عارفين مش زي الناس العاديه. وانا بقولها للكتير قوي من الاولاد المدرسين بيشتكوا منها. تروح الام تعمل ايه؟ تمسك الواد ابنها تعمل فيه ايه؟ يا فضحني انت فضحني وخلي اركب في السما والناس كلها بتشتكي منك والناس كلها كل الناس بتشتكي منك وانت كده مش هتنفع. دي ام متخلفه. الام الثانيه دي بقى فضلت تقول لها يا بنتي مش فلانه طبعا اشتكت مني. الام كانت في منتهى الذكاء. الله. ده هنا انت ممكن عشان نفسيه الطفل حافظي عليها. هي الام دي كانت بتحكي لي بتقول لي انا رحت قايله لها طبعا بتقول على اختي احسن مني. اشطر مني. هي كانت فعلا اشطر منها. هي قالت كده فراحت هي بقى ايه مغيره الكلام. صغيرة الكلام راحت قايلانها المدرسة بتاعتك مستغربة خالص انت ازاي ما بتطلعيش الأولى زي أختك لأنك انت ذكائك وشطارتك وكده ممكن قوي تبقي أحسن منها. فهي بتستغرب ازاي انت ليه انت متضايقة منها في حاجة انت ما بتفهميش منها. بص الأم ازاي بتقول ايه شوفوا ازاي الكلام ان ليس كل ما يعرف يقال صح ولا مش صح. فارجوكم تخلي بالكم ارجوكم تخلي بالكم.